حين حط آمون في قصر فرعون المرة الثانية لم يحط راكعا كسابقتها، بل فاردا جناحيه في وجه الجميع، حاملا رأس مارون فوق سن رمحه في شموخ وكبرياء. عرف طريقه إلى نفسه لأول مرة، حتى أنه استحب إحساسه الجديد. كان يتأمل الركع حوله من عليائه. اقترب من عرش فرعون بعظمة وثبات، ألقى رمحه عند قدميه فأفلتت الرأس لتتدحرج على الأرض. تأمله دون أن ينطق. تلفت فرعون في كل بلاطه، كان المشهد مقدسا بحق، حتى أنه نسي كل ما يجري بعروقه من كبر وعظمة أمام مهابة المشهد. كان نزوله من فوق عرشه ليسجد عند قدمي آمون صاعقا. الله ينزل من عرشه الذي كاد أن يضحي بشعبه كاملا لأجله فقط، ويسجد لآمون. لم يقدر كبير الكهنة ولا قائد الجيش إلا على الطاعة، فتبع فرعونهم ساجدين. ارتسم الله جليا في وجه مخلصهم آمون. تكلم آمون بنبرة لا تحمل سوى القوة المفرطة. أعلم أنني سبقت الأخبار إليك، إنها رأس مارون كبيرهم، وغدا ستأتيك الأخبار بما قد حل بجيش أبناء الماء. اطمئن أيها الفرعون، إن مصر الآن آمنة ما دمت فيها. صاح أحد الجنود: عاش آمون المعظم، عاش إلهنا الأعظم. تبعه الجميع هاتفين: عاش إلهنا آمون. رفع فرعون وجهه من الأرض متأملا ذلك الإله الماثل أمامه. نهض وأمسك بيد آمون، سار به اتجاه العرش. كانت خطوات آمون تخترق الأرض إلى أعماقها، حتى فرعون نفسه، وإن ظن نفسه إلها، أجلسه فوق كرسي العرش دون أدنى شك أنه يجلس الإله الحقيقي في مكانه الصحيح. حين استقر آمون مكانه، صاح فرعون نفسه: عاش إلهنا الأعظم. تبعته كل مصر بأنحائها، دوت الهتافات إلى السماء وتسربت من خلال الجدران الصخرية إلى حيث تصلي إيجيبتاح. أشار آمون بيده للجميع أن يصمتوا، فساد السكون. الآن أيها الفرعون، قد وفيت بما وعدت، بقي أن تصدقني وعدك أنت. أشار فرعون إلى جنوده: أكرموا أم الإله. التفت إلى آمون مبتسما ابتسامة خالصة، ثم التفت إلى نف ومنحه إشارة من عينيه. على الفور فهم كبير الكهنة مغزاها، فنهض من سجدته تاركا المكان ليأتي بساهي ابنته من أجل الإله. وفي هذه المرة كان الرضا يطل من عينيه. حين بدأ الارتياح على قسمات آمون، صاح فرعون ثانية: عاش آمون إلهنا المعظم. تبعه الجميع: عاش إلهنا المعظم. العجيب أن أمارات السعادة التي ارتسمت على وجه آمون كانت تحمل في طياتها شيئا من الرضا والقبول عن كونه إلها. تفجرت عين الحكايات عن آمون، وطارت الأخبار السعيدة من خلفه تحمل البشارة للمصريين الذين تبدل خوفهم فرحا. تناثر جيش أبناء الماء في الصحاري والغابات، ضاعت هيبتهم، ونال منهم كل من كان له ثأر عندهم، وحتى المدن التي داسوها من قبل خرج أمواتها من قبورهم ليعلنوا أن الموت لأبناء الماء. وبالطبع حملت الأخبار الواردة بخيالات البشر حين يحكون. خلقوا بأنفسهم أسطورة معبودهم المشنع الذي جرف بجناحيه أكثر من 100,000 جندي من أبناء الماء. آمون الإله الذي صرخ في وجوههم صرخة اقتلعت خيامهم ومرابط خيولهم على الفور. آمون الذي ثار البحر لغضبته فهاج وهدم تمثال إلههم الأعظم، معترفا بأنه لا إله غير آمون فوق الأرض. آمون الذي أطفأ نارهم بالسحب، كانوا يحتاجونه لكي يحملوه أحلامهم وأمانيهم الضائعة. أسقط فرعون الأعظم برضاه الكامل، وتأله فوق أعظم العروش، عرش مصر.
سجد المصريون سجدة واحدة عن رضا وقناعة، وليس قصرا كما اعتادوا من قبل. كم هو ممتع ذلك الإحساس بالرضا، خاصة إن مس اختيار معبودهم. عاش أمون إلهنا المعظم، رنت في أرجاء مصر وجاوزتها لكل معمورة، فمن غير المصريين من اتخذ أمون إلها أيضا. حين فتح باب سجن إيجي بتاح كانت لا تزال تصلي باكية، ظلت تبكي حتى عندما قبل الضوء وجهها الغارق منذ فترة في سواد الظلمة. كان حوارها مع إبليس قد فطر قلبها، علمت أنه لا مفر من مواجهة الحقيقة، الحقيقة التي عاشت تحجبها بروحها عن كل البشر، راضية بأمور مرضية به. الآن حاق الخطر بولدها وملكها وحبيبها، ولا تدري ما تفعله لتقيه الشر المنتظر. دخل الجندي عليها، وبمجرد أن رآها تصلي سجد عند قدميها قائلا: أم إلهنا أمون المعظم. لم تعي إيجي تلك الجملة والتي كانت واضحة، ربما لأنها لم تسمعها من قبل. كان مجرد أن ينفتح الباب عليها كفيل أن يقتلها خوفا، أن تذوب في الزيت المغلي. الآن يسجد لها أحد جنود فرعون وسجانها ليقول ما يقوله. لم تنطق لأنها لم تفهم، فتابع الجندي: أرجوك مولاتي تقبلي أسف شعب مصر كله على ما اقترفه في حق أم الإله المعظم. طفحت الدهشة فوق ملامحها والجندي يتابع: فرعون يطلبك لحضرة إلهنا أمون العظيم. كانت كلمة إلهنا أمون التي كررها الجندي هي ما يلجم لسانها، كانت أعلم الناس بأن أمون لم ولن يكون إلها قط. تبعته ورأسها لعبة بين يدي الفكر، لم تجد أمامها إلا أن تدعو الله أن يكون خيرا. كانت تجدر ذهولها، حين دخلت إلى بلاط فرعون زادت دهشتها، رأت ولدها أمون جالسا على كرسي العرش في عظمة لم تعهدها فيه ولم تنشئه عليها. إلى جواره تلك البنت التي رأتها لحظة الأصل، نفس البنت التي كشف أمون سره لأجلها. كانت صاهي إلى جواره، تأملت الساجدين من حولها ذاهلة. كان الطريق لابنها هو الوحيد الذي يجذب أقدامها من دون وعي. حين اقتربت من مجلسه العجيب نهض والسعادة تفيض منه على كل ما حوله. فتح ذراعيه عن آخرهما مملوءتين بالشوق الشديد. شيء ما بداخلها سمر أقدامها غير بعيدة عن ولدها الذي بدت لا تعرفه لأول مرة منذ لقيته. الاستغراب ينبت من عينيها واضح للشهود ولابنها نفسه. اقترب منها أمون واحتواها بين ذراعيه قائلا في غمرة النشوة: اشتقت إليك يا إيجي. أسلمت نفسها لحضنه الدافئ من دون نطق. أحس أمون برودة مشاعرها فسألها متعجبا: ألم تشتاق إلي يا أمي؟ كانت كلماتها تحمل رائحة الشك حين سألته: لمن يسجد كل هؤلاء يا أمون؟ سرعان ما انقلب شكها إلى يقين حين رأت صمته يحتل إجابته المنتظرة: يسجدون لك يا أمون، تركتهم يسجدون لغير ما تعبد، وأنت الأعلم بمن يستحق السجود من دون المخلوقات جميعا. حاول أمون أن يحتال على سؤالها بالتهرب منه: أمي انظري، لقد بت فوق عرش البلاد، لن تهاني بعد اليوم، ستكون إرادتك من إرادة كبيرهم، ألا يرضيك هذا؟ صرخت فيه غير مصدقة: يسجدون لك من دون الله، هل صرت فرعونا آخر يا أمون؟ قال أمون خافضا صوته: أقسم بربي لم أدعي أني إله، وقد أخبرتهم بذلك. وتخفض صوتك، لما تخفضه يا أمون؟ تخشى أن يسمعك أي من هؤلاء فتفقد عرشك، أعجبك أن تصير إلها يجد له الجهال. صح أمون، أقسم لم أفعلها ولم أريدها. إذن قلها لهم بملء صوتك، أخبرهم أنك لم ولن تكون إلها، أشر إلى إلهك وإلههم ووحد أنظارهم جميعا إليه، هيا افعلها.
صرخ آمون في الجميع: لست إلها، لست إلها، ولتشهدوا جميعا أنني لم أقلها ولن أقولها أبدا، ولتعلموا أن ربي وربكم واحد، يسكن السماء ولا ينبغي له أن يسكن الأرض، لأنه أكبر وأعظم من كل شيء. ارتفعت الرؤوس المحنية بتشكك. كانت كلمات آمون تصب على نفوسهم الحيرة والاستغراب. إن لم يكن آمون هو الله، فماذا قد يكون ذلك المجنح الملائكي؟ صاحت إيجي: أيها الناس، لم يكن ولدي آمون إلها قط، فأنا أعلم الناس به، أنا أمه وأعلنها أمام الجميع لأبرأ من كفركم. إلهنا يسكن السماء، إله واحد خلق كل شيء، لا تراه الأعين وهو يرى كل شيء. إلهنا أعظم من أن يجسده مجنح يدعى آمون. لم يعد في الجمع من يفهم الحاصل، فتعاركت الفكر في رؤوسهم، إلى أن خرج أحدهم من معركته مع الدهشة وصاح في الجمع: وإن لم يكن إلهنا فهو ملكنا وعظيمنا، هو من حرر رقابنا من وطأة أبناء الماء، عاش ملكنا آمون العظيم. دوت كلماته في آذان الجميع، فبدوا كأنهم قد استيقظوا من غفوة طويلة وهم يتبعوا هتافه: عاش ملكنا آمون العظيم. تبدل الهتاف إليها، فدبت الروح في صدر آمون من جديد. هو لم يزل فوق كرسيه الذي بدا وكأنه قد أسره كما أسر الكثيرين من قبله، ربما لأنه يضيف معنى للحياة لا ندركه حتى نجلس عليه. تأملت إيجي غرفتها المهيبة في قصر فرعون. لم تكن تصدق أن يكون مثلها وجودا بخارج الجنة التي ترجوها من ربها. أغلقت بابها عليها وصامت عن الكلام حين علمت بأمر زواج آمون من ساهي. كانت تشعر كأن آمون يهجرها لأجل غيرها. لم تدري سر ذلك الإحساس الممتلئ بالأنانية. من حقه أن يجد من يملك قلبه، لكن هل في هذه الدنيا من يحبه أكثر مني؟ حدثت نفسها في مرارة ظاهرة، رغم ما صارت ترفل فيه من حريرة ونفائس. لا أطيق العيش في هذا المكان، أريد العودة إلى صومعتي. كانت تعلم أنها بهذا تهرب من إحساسها القاتل، أنها تفقد أعز ما لديها آمون. أرادت أن يكون البعد خيارها تاركة ولدها لحياته المختارة. كانت بكل ما فيها تغالب نعاسها لوقت طويل، فمن يحتمل كل ما مضى من دون أن يصيبه الإعياء؟ ربما أن صمودها في وجه النوم لم يكن قوة فيها، وإنما هربا من أن تلاقيه في نومها. بمجرد أن غلبها النعاس سمعت صوت ضحكاته المخيفة: سيتزوج وسينساك وإن كنت أمه. ابتعد أيها اللعين، إنها طباع البشر يا إيجي، سيرتمي في أحضانها الدافئة، وأكاد أجزم أن طيفك لن يراودها ولو حتى في الأحلام بعدها. كل ما أريده أن يكون سعيدا آمنا. ستتركين ابن الشيطان يتزوج من بشرية؟ إنك تخالفين الطبيعة التي فطر الله عليها أرضه وملكوته. ستتركينه يفعلها حتى وأنت تعلمين؟ أي عبادتي؟ أقسم أنني وأنا إبليس لا أجرؤ على فعلها، وإلا كان أبنائي يرتعون في بطون البشر منذ البدء. لا تحاول أيها اللعين، ليس ابنك، إنه ملك. ليكن ملكا كما تدعي، فهل تتزوج الملائكة؟ أي هراء تعتقدين فيه أيتها العابدة؟ إنه أمر الله، كل شيء بأمر الله. أن يضيع عمرك لأجله ثم يهجرك، أمر الله. أن أحرم من ولدي، أمر الله. أن يتزوج ممن حرم الله عليه، أمر الله. أي أمر هذا؟ لما لا تكون أوامره مرضية للعقل؟ إلى متى سنظل نحقق إرادته من دون وعي؟ هل تعلمين، حين تذكرت أني كدت أسجد لعجينة من الطين أموت من الضحك. أين حيرتنا التي سيحاسبنا عليها؟ لو كان الأمر بيدك لما كشفت لمخلوق سر آمون، لكنه أمر الله. أن يفضح السر ويعلن على الملأ لتعاني الوحدة،
والوحش بقية حياتك، وفر عليك كلماتك الخبيثة فلن تصل إلى غايتك مني. ضحك إبليس مستهزئا، أتعلمين؟ لقد أعجب أمون أن يكون إلها. هل رأيت رأسه المناطح للسحب حين دخلت إلى مجلسه الجديد؟ ربيته ولن يخذلني ربي فيه، وهو الأعلم بأني أديت رسالتي على النحو الذي يرضيه. بدأ يحمل طباع البشر، أيجي من يعاشرهم يحمل طباعهم الجيد منها والرديء، وفي الغالب سيصير منهم، سيصير ما قدره الله له. أما أنت فلتحترق في أعماق الجحيم ولترحل الآن. سأرحل يا أجي، لكن عيني لن تغفل عن متابعة إلهنا الأعظم أمون. لن أتركه لحظة حتى أعرف الحقيقة التي ما زلت تنكرينها كاملة. هبت فزعة من نومها تحمل في صدرها قلبا يحترق ويتآكل خوفا على ولدها الحبيب، ابن الشيطان. عندما تبتسم الأيام في وجه أحدنا عليه أن يتأكد أنها لا تكشف له أسنانها فحسب، فربما لا تكون ابتسامة في الأصل، لكن أمون كان يراها أجمل ابتسامة منذ أن قابل الحياة. لا يمكن لها أن تكون خدعة، حتى ظن أنه يسير الحياة على هواه، يسكن قصرا مهيبا يفوق أجمل أحلامه، يجلس فوق عرش مصر التي تحيا بمعشوقه النيل. كل الناس بمن فيهم فرعون عبيد له، لا يفصل بينه وبين حبيبته سوى أن يأمر فتأتيه، تلك التي ظن من قبل أنها ليست له. كل أمنياته تتحقق في آن واحد، ولأنه قوي كان يمكنه تحمل السعادة الغامرة حين جلست ساهي إلى جواره في شرفة القصر. لم أكن أعلم أنني الحب هذا الأثر العجيب. أجمل ما فيه أنه يمنحك القدرة على التسامح. كنت أعلم أنك لن تخدعيني. لا يمكن للعاشق أن يخدع معشوقه، فقد خلقت من طين وكتم السر يقتله. عندما غبت عني لأيام لم أحتمل الحياة وخرج سري رغما عن حبي، لكن صدقني كنت لأموت فداء لك. كنت أعلم أن ذهابي وراء جنود فرعون سيقتلني، لكني جد أحبك أكثر من حبي للحياة. سامحتك حين نظرت في عينيك، يقولون أن العين هي مرآة الروح، وحين غصت في عينيك صدقتك أكثر. لم أكن أدرك أنني أحبك كل هذا الحب، لكني أدركت حبي لك أول مرة رأيتك فيها. كنت أعلم أنني لن أجوز لغيرك ولا حتى للموت، خاصة بعد أن رأيت نظرة في عينيك تشبه تلك التي تطل علي الآن. لست أدري لما أرى وجه إيجي في ملامحك، ربما لأنها أول من أحبتك، لكن صدقني سأحبك كما لم يحبك مخلوق في الكون، فأنا عاشقة حتى الثمالة. كنت واثقا أن الأيام ستحمل للخير والهناء، لكن ما يقلقني صوم إيجي عن الكلام، وكأنها لا تزال تنتظر شرا محيطا. هي لا تستطيع التصديق حتى الآن. نعم، هناك ما يصعب تصديقه، وإن بات واقعا وبين أيدينا كما نحن الآن، ما زلت لا أصدق أنك ستصبحين زوجتي بعد يومين فقط. ملكتني منذ أن رأيتك أول مرة، أحسستها مثلك، ولم أفقد الأمل حتى عندما خفت منك أول مرة. والآن لا أدري لماذا أخاف عليك، ونحن نملك الدنيا. أمون، زال الخوف ويبقى الحب، الحب فقط. كان خبر زواج أمون وساهي هو كل ما يشغل بال المصريين. بدلت مصر لباسها لترتدي ثياب العرس. كانت البلاد تبدو حلوة في عيون أهلها فأصابهم الفرح، حتى أن مصر بحالها لم يعد فيها متخاصمين ولا متناحرين. كأن السلام قد اختار أن يحط فوق أرضها من دون العالم كله. إنها لحظة إسعاد محبوبهم ومخلصهم أمون. تلك اللحظة تستحق من كل من يعتبره إله أن يتابعها بشغف. بدا قصر فرعون قنديلا يشيع نوره في كل أنحاء البلاد، طولها وعرضها
يغمرها ويفيض. آن الأوان ليلتقي حبيبي الشعب أمامهم، وكلهم فرح لفرحهم، يباركون سعادتهم الآتية، ويقدمون فروض الولاء والطاعة لملكهم وملكتهم المعظمين. فتحت أبواب القصر السبع أمام جموع الشعب، فأضحت الجنة ظاهرة في أعين المصريين، تفتح ذراعيها لجموعهم الغفيرة. الغريب أنهم لم يعودوا يفكرون في الطعام والشراب ولا حتى اللذة، فقط رؤيتهم لأمون سعيدا هو كل رضاهم. تبدلت الرؤوس والأفكار، غيرها انبهارهم بملكهم الذي رضوا عنه وزرعوا حبه في قلوبهم الخضراء بأيديهم. توافدت أسراب المصريين عبر أبواب القصر إلى ساحته الشاسعة، والابتسامة تتواصل بين وجوههم، منتظرين أن يفتح الباب ويطل عليهم أمون وزوجته، فتنفجر الحناجر بالهتافات. حين فتح الباب ظهر أمون إلى جوار عروسه الساحرة كإله حقيقي، كان يفيض بنوره على الوجود فلم يحتمله. أغلقوا عيونهم أمام ضيائه وساد سكون يشبه صلاتهم. بدأ وعيهم المسلوب بفعل السحر والجمال يعود من جديد، وبدأت ألسناتهم تحيا مرة أخرى. أخذت الهتافات تعلو للسماء، عاش أمون ملكنا المعظم، عاش أمون العظيم. حياهم بسعادة زادت من التهاب حناجرهم. تأمل الجموع الغفير في ساحتهم، رضي عنهم، ثم عاد ليدخل بلاط قصره حيث كبار مصر يحتفلون بملكهم وملكتهم. جلس فوق كرسيه وأجلس ساهي إلى جواره لينحت في عيون الجميع أسطورته الخالدة ما دامت الحياة. اقترب نفم ابنته وقبل رأسها بقدسية العرس لدى الفراعنة، ثم انحنى إلى أمون الذي منحه ابتسامة رفعته في أعين الحاضرين. بدأ الجمع يفعل المثل، كل يحاول الحصول على رضاء أمون، وعاد الكلام. كانت الأحداث تسير في اتجاهها الطبيعي من دون مواربة، كل الأشياء تعبر عن سعادتها فقط لتسعد الزوجين. ظهرت إيجي في مدخل البلاط، لمحها أمون فرفع يده ليخيم الصمت على المكان، نهض واقفا وهو يهتف في سعادة الأطفال الفرحين بأمهاتهم. أمي إيجي، كنت أعلم أنك سترضين، لأني ابنك الذي يحبك وتحبيه. تصنمت إيجي وكأنها حجر لا ينطق، وعيناها تحبسان نهرا من الدمع. أمي، أخذ يقترب منها، الآن يكتمل الفرح عندي وعند كل المصريين. غلبت إيجي صوم لسانها وبدأ مخيط فمها ينفتح بصعوبة. أمون ولدي، أرجوك لا تفعلها، لا يمكن لهذه الزيجة أن تتم. حل الذهول مكان الصمت، وظهر في وجه أمون الذي سألها، ماذا تقولين يا أمي؟ قالت مؤكدة كلماتها السابقة، لا يمكن لك أن تتزوجها يا ولدي، إنها بشرية وأنا ملك يا أمي، أم نسيتي؟ أي شرف للبشر أن يتزوج ملك؟ أمون ولدي، أنا أعلم الناس بك، أطعني ولا تفعلها إن كنت بحق أمك التي تحبها. أطيعك في هذا في قلبي؟ أطعتك من قبل وخفت البشر، والآن ترينهم كلهم عند قدمي بكل رضا. عش عمري وحيدا أفتقد الآخرين وقلوبهم التي تحبني الآن. لم أتففف للحظة عشتها بعيدا عن الدنيا لأنني كنت معك، فلماذا تفعلين هذا معي الآن؟ تريدين أن تفسدي فرحتي التي ألقى الله بها في طريقي. ليس ذنبي أنني ملك سقط إلى الأرض من دون معصية أو فساد. قاطعته أمه صارخة فيه بكل ما يعتمل في صدرها من لوعة، لست ملكا. ظهر أثر قولها على وجه أمون الذي حمل كل ما في الدنيا من دهشة واستغراب. تلفت في أعين الحاضرين وتأمل تلك النظرة الخائفة في عيني حبيبته، ماذا تقولين؟ لست ملكا. أمون أرجوك يا ولدي، دعنا نرحل عن هنا، قد بذلت عمري لأجلك، اكتفيت بك عن جميعهم، ألا ترضى بي يا ولدي الحبيب؟
لست ملكا، فأي شيء أكونه إن لم أكن ملكا؟ وسامتي، أجنحتي، قوتي، كلها تعلن أني ملك. إن كنت لم تسامحي صاهي حتى الآن فقد سامحتها، ويجب أن تسامحيها. تعلمين لماذا؟ لأنك من أخبرتني بأنها بشر، والبشر يخطئون. وإن كنت تظنين أن زواجي سيأخذني منك فأقسم أن هذا لن يحدث يا أمي. انظري في عيني وعينيها، أنت تعرفين صدق العيون. أقسم أنك ستبقين أمي وسيدتي وحبيبتي التي علمتني كل شيء، أكثر من أحبني فوق الأرض التي زرعت حبها بداخلي. أرجوك يا أمي لا تكذب علي لأجل شيء لا حيلة لي فيه. قلبي يا أمي. انهمر سيل الدموع الساخنة من مقلتيها وهي تقول: صدقني يا ولدي الحبيب، لست ملكا، فالملائكة مخلوقة من نور. سألها ذاهلا: وأنا؟ لا تسأل أرجوك يا ولدي حتى لا تقتلني. تابع بعناد واضح: وأنا يا أمي، من أي شيء خلقت؟ دفنت وجهها بين كفيها لتواريه عن عيني أمون وقال: لو أردت أن تعرف فانزل إلى ماء النيل الذي حرمته رغم عشقك الشديد له، سأحترق. تحجرج صوتها وكأنها تنتزعه من حنجرتها انتزاعا: بل لا، ستنطفئ يا ولدي. هل تعنين أني مخلوق منا؟ خلقت من نار يا أمون، أنت مخلوق من نار يا ولدي وليس من نور. قالتها وانهارت غير محتملة ذبحها لولدها الحبيب بسكين الحقيقة. برقت عين أمون رغم أنها لم تكن ترى أي شيء لحظتها، لكن الأعين المحدقة شدته إليها وأقواها على الإطلاق عين ساهي حبيبته. تهاف العيون جميعها، بدأ يشعر بقسوة عضتها، تمالك ما بقي منه وصرخ فيهم: إلى ما تنظرون؟ ترى الآن عيونكم أمون غير أمون. سقط إلهكم الذي تبعتموه مع أول كلمة، لم يعد ملك كما خيل إليكم. اللعنة على كل شيء، اللعنة على ما كنت أبدوه وعلى ما أكونه في الحقيقة، اللعنة عليكم. التفت إلى صاهي الذبيحة بما تسمع: اللعنة على قلبي وعلى تلك الكذبة التي ربتني عليها إيجي. عاد إلى أمه: قتلتيني بيديك يا إيجي، ومن دون رحمة قتلتيني حين كذبت في البدء، وتقتلينني الآن بالحقيقة. لماذا فعلتيها يا إيجي؟ كنت سأرضى بطبيعتي لو علمتها، أما الآن فنقمتي ستطول كل شيء. فلدى أجنحته بقوة أرادها أن تبقى في العيون، وارتفع لتأكله السماء، غاب عن الأنظار ربما للأبد. تراجع الحضور حين طار أمون من بينهم كاشفين بلاط القصر، لتظهر إيجي راكعة على ركبتيها تبكي. اقتربت منها ساهي ببطء ودمعاتها تسبقها: أي شر فعلته يا إيجي؟ حين سمعت صوت ساهي امتلأت عيناها بالقسوة وفاضت. التفتت إليها: الشر منك أنت، أنت من أغواه وأنت من أنهاه. وجدته يصرخ في بطن مسخ أحرقه النيل، وحين لام سماء المطر علمته ما قد يكونه. رغم هذا حفظته من كل شر، لأن الله أنجاه من قلب النار، من قلب الموت. إذن فهو يريد له الحياة. ربطت له أجنحته وربيته بعيدا عن كل الأعين، استغنيت به عن كل شيء. كنا سعيدين حتى جئت أنت وأطلقت جناحيه للسماء وما أوسعها، تتوه فيها كل الأشياء حتى وإن كان أمون نفسه. ألجمت الصدمة كل الحاضرين، أما ساهي ماتت تقريبا وهي تسمع تلك الكلمات التي لم تدرك أكثرها. لم تكن تتخيل للحظة أنها ذبحت أمون حين أحبته بكل صدق، لم تكن تتخيل أن كل شيء بدأ من عندها هي. وفي وسط الحضور كان يقف إبليس منتحلا شخص أحد جند فرعون، كان يريد أن يسمع كلماتها منذ فترة. الآن تكشفت له الحقيقة، إنه ولد ميرو التي أحرقها غمرا في ماء النيل منذ سنوات،
ربما أن ثورته كانت قد أنسته طبيعة حملها ميرو التي أبت أن تخمد نارها دون أن تترك بدنياها ما يؤلمه مرة أخرى. ميرو الوحيدة التي كشفت تلك النقطة الضعيفة في قلب إبليس، ولو عن كانت نيران إبليس تشتعل حول عرشه. أخذ يدور حوله من دون وعي منتظرا سرائيل الذي أمر بحضوره. لم يطل انتظاره، رغم أن التهاب النار فيه أوحى إليه بأن سنوات قد مرت من الانتظار. دقائق معدودة حتى مثل سرائيل بين يديه. صرخ إبليس: أين كنت أيها اللعين؟ خرجت كلماته مرتجفة وهو يقول: مولاي، كنت في المسلخ، لم تمر دقائق معدودة حتى... قاطعه إبليس وكله غضب حارق وجدية: اجمع قدر ما تستطيع من الشياطين، اجمعهم كلهم ليحترق العالم أو ينصلح. لا تهتم بأمر غواية البشر الآن، وابحث عن أمون، جئني به حيا. هل سمعتني؟ أريده حيا من دون أذى، هيا أسرع. أمرك مولاي سيدي. انصرف سرائيل من أمام أبيه بينما الشيطان يلهبه الجنون. كنت على يقين أنه ابني، لكن أن يكون ابن ميرو؟ لماذا عادت سيرتها إلى الوجود ثانية؟ لماذا لم تمت وتأخذ ذكراها معها إلى قاع النهر فحسب؟ عذاب عذاب عذاب، هل تستحق فعلتي كل ما يجري؟ عندما يركع عند قدماي لا أعرف ما قد يحدث، وأكيد أن ابن ميرو أيضا لا يتخيل. أخذت إيجي تسترجع ما ترتب على بوحها بالسر. كان السقف قد تهدم فوق الجميع. ساهي التي أصابها المس منذ لحظتها وأضحت لعبة بين كفي الجنون، صامتة تضحك أحيانا وتبكي غالبا. أمون الذي فارقها وللأبد، قلبها الذي مزقته بيدها، كانت على يقين أنها قد أنهت الحكاية كلها ولم يعد هناك سبيل للعودة مرة أخرى. قطعت خيطا كان متينا ربطها بها أمون لعشرين سنة. عندما راحت في النوم الذي صار أعظم مآسيها على الإطلاق، انفتحت بوابة الرؤى وجاءها رسول ربها: أخبرتك أن نهايته ستكون على يديك أنت ولم تحضري. لماذا يفعل بي ربي هذا؟ هو الوحيد العالم بخبايا الأمور، الوحيد الذي يسأل ولا يسأل. ما لي أرى الإيمان يرتعد في صدرك يا إيجي، حذرتك وذكرتك أنك أمه لا شيء آخر. كنت أمه حتى النهاية. هل تعتقدين الصدق فيما تقولينه يا إيجي؟ ماذا تقصد أيها الرسول؟ لقد عشقتي ابنك أمون، ذلك الملك، هدية الله. عشقته؟ تساءلت في نفسها غير مصدقة. نعم عشقتيه يا إيجي. لم تملكي مشاعرك أمام شبابه وسحره، وقعت في عشق ما لا يجوز لك وأنت لا تدري. أعشق ابني؟ كيف؟ أنت تمسكين بذلك الإحساس الذي تنكرينه الآن. لقد فضلت نهايته على أن يكون لأخرى غيرك. العشق قد يكون الحياة كما هو الموت أيضا. كنت أخاف عليه منها، خفت عليه طيلة عمره من كل البشر. لم يكن ذلك خوف بل انتقام يا إيجي. رويت قصته في وجه الشيطان مع العلم أنك تضعين روحه على المحك. كل هذا لأنه اختار أخرى ليحيا إلى جوارها. لم تصدقي أنه سيعود إليك بعد أن أخذته ساهي. صاحت: لا تذكر اسمها. الغيرة الحمقاء تقتل الجميع. نسيت أنك أمه. أقسم لم أنسى. قطعها: لا تقسم يا إيجي، فالله يعلم قدر العشق الذي يحمله قلبك لولدك أمون. ولما تركني الله أعشق؟ لم يتركك وأنت تعلمين. حذرك بكلماتي لكنك لم تفهمي. ولنكن أكثر صراحة، أنت ما أردت الفهم وعشقت ولدك. كان اختبارا يا إيجي. اختبار؟ واختبار العابد في قلبه. أنت لم تنجحي يا إيجي، القلب يخدع صاحبه وقد فعلها. كانت كلمات الرسول تكسر رأس إيجي وتفور فيها حين أفاقت، حتى باتت لا تعلم إن كانت نائمة أو مستيقظة.
كانت تود لو أن كابوسها يقتلها أو يرحل. أمسكت برأسها وأخذت تصدمها بالأرض، وكلمات الرسول تطن: لم تنجحي يا إيجي، لم تنجحي. عاد أمون إلى حيث اعتزل البشر أول مرة، استقر فوق الجبل الذي يعرفه وربما لا يعرف غيره، وكأن الجبل هو الذي اختاره وليس أمون. كانت الأحداث ترتسم في عينيه والذكريات تطفو على السطح. أمه إيجي التي عاشت عمرها لأجله كرهها حين ألقت بالحقيقة في وجهه، حين أحالت فرحته مأتما. اشترى كل ما جرى، كل شيء. كان هناك جزء ناقص من الحكاية، وأبشع الأمور أن تمتلك حقيقة ناقصة. لم يستطع الاستمرار، عاوده الحنين، ود لو لقاها ثانية وارتمى بين ذراعيها وأحس بدفء حضنها الذي يفتقده الآن. لكنه الآن يعلم ما يكونه من دون أي مواربة أو تجميل. ربما كانت إيجي محقة حين منعته عمره عن البشر، وربما أنها أخطأت حين لم تعلمه بأصله من البداية. على الأقل أنشأته على عبادة الله حتى وإن كان ابنا لإبليس. أي حماقة كان سيرتكبها في حق ساهي لو كان قد تزوجها بالفعل. لا يمكن لطبائع الأشياء أن تتبدل. كان لابد لأمه أن تتصدى لتلك الزيجة حتى ولو ألزمها الأمر كل تلك القسوة. إنه ابن للشيطان، تلك هي الحقيقة، الحقيقة التي فرضت عليه من دون أي خيار. رفع رأسه إلى السماء، ود لو أنه نطق بشيء، لكن خجله من أصله الذي عرفه أخرسه. خجل من الإحساس الذي تملكه حين رأى الناس يخرون تحت قدميه ساجدين. لم تمنعه معرفته بربه من أن يصيبه الكبر، صمت لسجودهم بل استمتع بعليائه. ربما أن إيمانه لم يكن بالقوة الكافية وقتها، أو هو كذلك دائما. اختار أن يعتزل عن الوجود حتى النهاية، أن يبتعد، فلربما نسي أصله الذي قتله. حتى وإن كان ابنا للشيطان، فعلى الأقل هو لم يتبعه. قرر أن يتناسى أصله، والذي يعلم علم اليقين أنه سيتبعه أينما حل. وجد نفسه يرتمي على الأرض يسجد لربه ويكرر باكيا بحرارة: سامحني يا إلهي، سامحني يا الله، أنت من خلقت القلب وعلمته أن يعشق. لو كان الأمر بيدي لاقتلعته وغسلته بماء النيل فلا يبقى فيه إلا حبك وحدك. سامحني يا إلهي وإله العالمين. أحرقت دموعه موضع سجوده وصار علامة لكل من جاء بعده. مرت أيام وأيام، حاول أن يتعايش فيها مع ألمه، حبس شكواه في صدره، فربما تطهر من ذنبه وغفر له ألمه بعدما قد فات. مر وقت قصير حتى علم إسرائيل بمكان أمون، وعندما لقيه كان لم يزل ساجدا لربه. كان يتبعه ألف من خير جند الشيطان، كلهم مسخرون لأجل شيء واحد، هو أن يعود بأمون حيا. حين رفع أمون رأسه من سجدته وقع بصره على إسرائيل، ذلك المسيخ المقيت المنتصب أمامه متأملا إياه، وكأنه يسترجع ذاكرته التي أحبت هذه الهيئة وتشفق على حاملها الآن. من خلفه اصطفى باقي جند الشيطان. لم يعد للخوف معنى عند أمون، زالت مفردات كثيرة من قاموسه منها الخوف. لذا سأل متقدمهم بهدوء لا يتوافق مع هيئة الدخيل أبدا: من أنت؟ أجابه إسرائيل مستعيرا نفس هدوئه العجيب: أخوك. قال متعجبا: أنت لا تشبهني، بل أنت الذي لا تشبه باقي إخوتك، ربيت مثلك من قبل، كان يملك نفس سحرك، وللأسف ستشبهنا جميعا عن قريب. نحن إخوتك يا أمون، إخوتك من أبيك إبليس، وأما أنا فاسمي إسرائيل. وأي ريح ألقت بك إلى مكان تعبدي يا إسرائيل؟ قامت القيامة الآن، ابن الشيطان يتعبد، أرسل والدك في طلبك وهو الآن منتظر. أنت لا تعرف كيف يكون غضبه
حين يمل الانتظار وأتمنى ألا تصادفه أبدا. الشيطان ينتظرني. بقي أن تخبرني أن قلبه يقتله شوقا للقيا ولده الحبيب. الشيطان تجرد من القلب منذ زمن وهو الآن ينتظرك. هل ستأتي معنا طائعا أما ستضطر أخوك أن يجبرك؟ قاربت 20 من عمري وهو الآن ينتظرني. قال له أنا بريء منه، لم أعرف لي أب من قبل ولست بحاجة إلى مثله الآن. وهل سيغير قولك هذا من الواقع في شيء؟ هل سينفي هذا أنك من نطفته الجنية؟ هل ستنطفئ النار التي منها خلقت؟ أم سيحولك إلى ملك كما كانت تخبرك إيجي؟ أنت ابنه وهو أبوك، رضيت أم أبيت؟ هذا هو الواقع الذي لا مفر منه، اسأل ربك سيجيبك إن أراد. قال متحديا بشراسة: لن يرغمني شيء في الوجود على الذهاب إليه. فرد أجنحته العظيمة في وجوههم مستجمعا كل ما أدركه من قوة بجسده. ليس لك أي خيار في هذا. وفي لحظة كانت شبكة من الحديد البارد قد ارتمت عليه. حاول جاهدا أن يفك أسره، لكنه كلما حاول التملص كلما زاد الأسر وانقبضت خيوط الحديد أكثر لتزيد آلامه. أدرك أنه لا مفر. لم يجد أبدا من أن يهدأ موفرا طاقته، وحمله جند الشيطان إلى حيث عرش إبليس الذي أشاطه الانتظار. حين ارتمى آمون أمام عرش إبليس كان جالسا فوق عرشه واضعا قدما فوق قدم وكله كبر وشموخ. كان يريد أن يبدو في عينيه إلها مرئيا غير ذلك الذي يعبده آمون من دون أن يرى. تأمل ولد ميرو التي لم يستطع مر السنون أن يطيب جرح قلبه الذبيح. وجد في ولدها ما يمكن أن يؤلمها حتى بعد موتها. أشار إلى سرائيل الذي اتخذ مكانا خلفيا هاربا مما قد يسفر عن ذلك اللقاء الملتهب. أن فك قيده. نهض آمون نافضا عن جسده عناء الأسر مواجها إياه ومتظاهرا بشيء من عدم الخوف، رغم أن مشهد إبليس فوق عرشه قد أرعبه حتى النخاع. أتى صوت إبليس جهنميا: أخبرتك أنك ولدي فلم تصدق وقتها. ليس لي أب. تتبرأ مني، أهذا ما قد علمك الذي تعبده؟ لكني أعذرك تماما، فأنت لا تشبه أيا من إخوتك حتى الآن. لن يجعلني المسخ ابنا لك، أنت شيطان، صرخ إبليس في وجهه. فارتج المكان بما يحويه. أنا الشيطان، أنا أصل كل الشر في هذه الدنيا، أنا الوحيد الذي يستحق لقب الآخر والأخير. استرد هدوءه مكملا: ألا يمنحك هذا فخرا أن أكون والدك؟ حاول آمون أن يبدو متماسكا: يمنحني مدلة لا يشعر بها إلا من كان يؤمن بالله. أفسدتك إيجي على أبيك، تلك المخادعة التي ظلت تكذب عليك طيلة عمرك، لكني سأصلح ما قد أفسدته اللعينة. نادى في جنده: جروه إلى المسلخ، ربما علم أنه مني. على الفور أحاط به جنود إبليس، سحبوه إلى المسلخ من دون أن يبدي مقاومة، موجها كلامه إلى إسرائيل: أسلخه بيدك وأعلمني بعد الانتهاء، أريده أن يرى حقيقته، وبعد الفجر أغمره في ماء النيل. أصابت الدهشة إسرائيل الذي تساءل: ولما يا سيدي؟ لما تقتله؟ انفتحت بوابة جهنم مع صوت إبليس الذي صرخ في وجهه: أتجرؤ أن تسألني أيها اللعين؟ لملم إسرائيل شتات نفسه وقد أدرك عظم فعلته: سيدي وإلهي، حاشاي أن أسأل مجادلا، كنت أود أن أعرف سره فقط. تريد أن تعرف سره؟ يبدو أنني نسيت أن أخبرك، هو ابن ميرو الخائنة. وضعته في ماء النهر بعد أن احترقت، منعته بجسدها أن يحترق، قدرت له الحياة لتتعذب به في موتها. ميرو التي كشفت أنت سرها من قبل، والآن اذهب وافعل ما قد أمرتك. طفحت الذكريات الأليمة في رأس إسرائيل،
ارتسم وجه مير وابنها في عينيه، عاد شعوره بالخسة والدناءة الذي طالما حاول الهرب منه. وجد نفسه يفسح فمه من دون أي وعي، وأي ذنب اقترفه ليموت سيدي؟ أرى فيه وجه ميرو، أريد لها أن تموت أكثر. سيفقد وجهه إلى الأبد يا مولاي، أليس هذا كافيا؟ بدت الدهشة والتساؤل على وجه الشيطان، فقال في شك: أراك تدافع عن ولد ميرو، لما تريد أن يفلت من الموت؟ قال له مرتبكا: لأنه أخي سيدي. قطعت غضبة إبليس باقي الحوار: أخوك؟ هل أحببت هيئته؟ أحببت من لا أحب؟ جرؤت على مجادلتي أيها اللعين. يبدو أن في ملكي أشياء تغيرت، أغرب عن وجهي وإلا أطفأت نارك النجسة، وافعل ما أمرتك من دون سؤال، هيا اذهب، بعدها سوف أشق صدرك لأعلم سر قلبك المتألم لأخيك. لم يجرؤ سرائيل أن ينتظر في لحظة الشيطان لحظة أكثر، انصرف من أمام ثورته. كان يعلم أن الشيطان لن ينسى الحوار الذي تم، ويعلم أن ما ينتظره أقسى من أن يتصور، لكن شيئا في نفسه كان يود العودة وقول الحقيقة كلها رغم كل شيء وأي شيء. أما إبليس فقد تحولت شكوكه إلى سر يريد أن يسبر أغواره. عندما دخل سرائيل على آمون محبسه، كان الفجر قد أوشك على الطلوع، وكان آمون جالسا القرفصاء مكوما جسده إلى الجدار، وكأنه يتخفى في صخرة، يدفن وجهه بين قدميه في خنوع. عاودته ذكرى خيانته لميرو، ولدت آلامه من جديد، وضغطت بكل قسوة على روحه فلم يعد يطيق. اعتقد أن فعلته وميركو قد ماتت، لكن لا شيء يموت، لا شيء أبدا. ناداه بهدوء لا يتفق مع نار خلقته: أمون. رفع أمون رأسه إليه في بطء شديد حتى بانت ملامحه الجديدة، قد صار واحدا منهم، مسخا لا يختلف كثيرا عن باقي إخوته. ألهم إلى حزنه الذي بدا أصيلا في وجهه الجديد. كان وجه أمون يحمل اللعنة على سرائيل إلى عنان السماء الذي مسخه بيده، لم يمنعه ألمه من أن ينفذ أمر الشيطان، فقد كان سيتم الأمر حتما، اختار أن يفعلها بيده عله يكون أكثر رحمة بأخيه العزيز. بدا الحزن على نبرات سرائيل بوضوح: لا أجد ما أقوله كي يشفع لي عندك، لكن لا تحزن يا أمون، لا تحزن يا أخي. كانت كلمة أخي التي نطقها سرائيل صادقة، حتى أنها قد لمست نقطة بعيدة في قلب أمون نفسه، فقال حزينا: أترى ما قد سرت إليه؟ لا أقدر أنا وأي من في مملكة الشيطان أن نعصي أبوك أنت وحدك، أما أنا فلا أدرك كل ما تقول وأحس بنفس شعورك الآن، ربما أكثر. لن تدرك إحساسي، تملك نفس الوجه لكنك لم ترى غيره، رأيتك ورأيت غيرك من قبل، وأصابني الحزن مرتين، واحدة لك وثانية لأخيك ابن ميرو. ومن يكون ابن ميرو؟ لا يهم ابنها، المهم ميرو. صدقني يا أخي، أعلم عنك ما لا تعلمه أنت، لم أعد أريد أن أعرف شيء، لم يعد هناك معنى عندي للحياة أو الموت، لكنك لابد وأن تعلم الحقيقة. أنت ولد ميرو، ميرو التي غمرتها وابنها بيد هاتين في ماء النيل، ميرو التي لم يحب الشيطان أحدا قدر ما أحبها، ولم يكره قدر ما كرهها. وهل يحملني إبليس كراهيته لأمي؟ نعم هو ذلك، اعتقد أنها خانته مع أحد أبنائها، حفظته على صورته الجنية كما كنت أنت، ولم يعلم أي شر دبرته ميركو أولى زوجاته وأمي. كنت أعتقد أني أمنعها من أن تقتل نفسها، فوجدتني أقود اثنين من أكثر من أحببت إلى الهلاك بيدي، ميرو الخطأ الرقيق في دنيا الشيطان، وولدها الذي ربيته على يدي، حافظت عليه في صورته الأصلية، وكرهت الشيطان لأجله، ثم ألقيت به في أحضان أمه
ليراها الشيطان ويظن أنها تخونه مع ولدها. اعتقدت للحظة أن السر قد احترق معها في النهر، لكن الحقيقة لا تموت أبدا يا أمون. 20 عاما وأجدني الآن أكرر نفس فعلتي التي هربت منها سنوات، وخاصمت لأجلها ميركو حتى النهاية. أمرني إبليس أن أغمرك في نفس النهر عند الفجر، لا لشيء إلا لأنك ولد ميرو، ميرو التي راحت ضحية لشري، وشر ميركو أمي. كانت الكلمات التي نطق بها سرائيل غريبة على أذن أمون وعجيبة أيضا. أي قصة شيطانية ترويها يا سرائيل؟ هذه هي الحقيقة يا أمون، خرجت من بطن ميرو التي حملتك وحفظتك من الماء. بدأت القصة حين ألقت بك الأقدار عند إيجي، والآن قاربت على الانتهاء. أتعلم، كنت أعتقد أن إبليس قد نسي ميرو، لكنني فوجئت أنها ما زالت تتلبسه، بل وأجزم أنه لن ينساها. خلقت العذاب لأبي ولنفسي حتى النهاية. لم يكن يعلم كنه الإحساس الغريب الذي اعتراه. هل يمكن لابن الشيطان أن يندم على فعلة شريرة؟ إن الندم ملمح من ملامح الخير، فكيف ينبت الخير في كتلة من الشر الصافية؟ ربما أنه لم يكن شرا صافيا، وربما أيضا كان أبوه اللعي، فكل بني جنسهم يعلمون أن الله موجود، بل وأكثر من بني آدم أنفسهم. إن جزءا محاه إبليس من نفسه ونفوس أبنائه أيضا، لا لشيء سوى تنفيذ العقد المبرم بينه وبين خالقه. لكن لا شيء يزول كاملا، الخير لا ينتهي. عجيب أنت يا سرائيل، إنه لا يتألم لذنبه إلا من كان يحوي قلبا في صدره. أنا مخلوق وأي مخلوق يملك واحدا، لكننا نذكره أو نتناساه حسب هوانا. لكنك شيطان، وحتى الشيطان الأول لم يزل قلبه يؤلمه ويود أن يقتلك على الألم يزول. في تلك اللحظة فتح الباب وبدأ إبليس واقفا في سدته، جمر عينيه يلتهب ويبعث برسالة من الجحيم. كان قد سمع كل شيء من البداية وحتى النهاية. كان مشهد إسرائيل ينطفئ وصوت صرخاته ترج الكون مفزعا. لحظتها علم أمون أي شيء يكونه الشيطان. بدت الرحمة منزوعة من روحه وهو يصرخ فيه: اللعنة عليك، اللعنة على كل شيء، فلتذهب للجحيم أيها القذر، مسختك بيدي ولا أحدا غيرك. كنت أرى الغضب في عينيك، اكتشفت الآن أنك أنت من مسخني بالفعل، زرعت العذاب في روحي والآن تجنيه. كان يطفئه بيده جزءا بجزء كي لا ينتهي الألم سريعا، لم يمنحه فرصة إلا للصراخ. صرخاته ترجو موتا رحيما، لكن هيهات، انطفأت النار في عروق أول أبناء الشيطان وبيد الشيطان نفسه. حين مثلت ميركو بين يديه لم يكن حظها أفضل من ولدها، فقد كان الشيطان ثائرا لدرجة أنها لم تجد الفرصة أن تنطق قبل أن تنطفئ، أن تذكره بأنها الأولى أو أنها تعشقه. كانت ناره قادمة من أسفل السافلين، فأكلت نار المغضوب عليهم في ثوان معدودة. دار إلى أمون بعينيه بعد أن استحال رمادا، رأى الجحيم المطل منهما. خافه رغم أنه يعرف الله، ورغم أنه كان يتمنى الموت منذ اللحظة. مرت الأحداث كالحلم على كل المصريين، اشتروا كل ما مر بهم غير مصدقين، حتى أنهم تساءلوا ما بين أنفسهم، أكانت حقيقة أم خيال؟ أين اختفى مخلصهم وعظيمهم؟ تكاثرت التساؤلات وما من إجابة شافية، كل ما بقي فيهم إحساس الأمان الذي خلفه أمون قبل أن يبتلعه قرص الشمس أمام أعينهم. وجد فرعون نفسه أمام عرشه الشاغر من جديد، تحسسه حذرا، اشتاق إليه رغم أنه تخلى عنه مسبقا عن طيب خاطر. وحين أحس براحته عاودته رغبة اعتلائه من جديد. كان يخشى أن يعلن نفسه إلها مرة ثانية فلا يصدقه شعبه الذي رأى أسطورته المجنحة، أو يعود أمون من غيبته.
عندما تجرأ وجلس عليه، نظر في الوجوه المتحفزة وأعلنها صريحة أن المجد لأمون إلهنا المعظم. وجد مخرجه بذلك الهتاف الذي ردده الشعب جميعه من ورائه. شقت ابتسامة طريقها فوق شفات نفسه وأضاء وجهه من جديد. فإن مات فرعون فلتبقى سيرة أمون ليحوز مكانته ككبير الكهنة إلى الأبد. التهم الجنون غالبية عقل صاهي المسكين وأعياها الصهر. عجز كل الأطباء الكهنة وحتى السحرة العظام، واستحال شفاؤها. أسلمت عينيها إلى قرص الشمس تتأملها من شروق وحتى تأفل، لا تحول نظرها عنها للحظة، غير خائفة من أن تسرق الشمس نور عينيها. لم يجف نهر دمعها للحظة حتى حين يخفت صوت نحيبها. ظلت على حالها رغم بكاء نانا وأمها. وحين يأس نف من الشفاء نظرها عروسا للنيل. حين علمت بالخبر جفت دمعاتها، فقد كان ذلك أقصى أمانها من بعد أمون. ألقت إيجي بصرها في قلب النيل، تأملته من حيث كان أمون يرى. عندما رأته بعينيه شعرت أنها تراه لأول مرة. الاعتياد يسرق ملامح الأشياء من أعيننا، وقد اعتادت أن تنصب صومعتها على ضفافه فبات غير مرئيا لها. الآن عادت الصورة ترتسم أمامها من جديد، نفس الصورة التي عاشقها ولدها وحبيبها. حدثت نفسها: لك الحق يا أمون أن تعشقه، منذ أن جئت لم أعد أرى غيرك. خطفت بصري عمن سواك فصار كل الوجود متشابها. نسيت كل شيء من حولي، فاق جمالك كل ما دونه، حتى أنا أمك قد عشقتك. كانت كلمة العشق تخرج من بين شفتيها غارقة في الدموع. لأول مرة تصدق خطيئتها، تلك الخطيئة التي أنهت الحكاية بأكملها، رغم أنها لم تكن هي البادئة. لم أتحمل اختبار ربي لي وفشلت. أحببتك من دون وعي كما أحبك كل الذين قد رأوك. أقسم أني لم أقصد شيئا مما جرى، لم أقصد أن أسلمك للشيطان. كيف يجوز لي وأنا أكثر من أحبك فوق هذه الأرض؟ إنه قلبي الذي أغواني عندما رأى صاهي تحضن ذراعك. ربما كانت الوحدة تخفي العشق، وحين رأيتها ظهرت والتهب قلبي. الآن سأكفر عن خطيئتي وأطفئ قلبي. سأرتمي في أحضان من عشقت، لربما تقابلنا ذات يوم يا ولدي وحبيبي. نزلت إلى الماء بخطوات متثاقلة، أسلمت جسدها، شعرت بذنوبها تغتسل بماء النيل الطاهر، فارتسمت ابتسامة الرضا فوق شفتيها. مضت تشق طريقها في الماء، والماء يعلو من حولها، كأن النيل كان منتظرا تلك اللحظة منذ أن شقت الأرض عنه. مرت الأحداث كالحلم على كل المصريين، اشتروا كل ما مر بهم غير مصدقين، حتى أنهم تساءلوا ما بين أنفسهم، أكانت حقيقة أم خيال؟ أين اختفى مخلصهم وعظيمهم؟ تكاثرت التساؤلات وما من إجابة شافية. كل ما بقي فيهم إحساس الأمان الذي خلفه أمون قبل أن يبتلعه قرص الشمس أمام أعينهم. وجد فرعون نفسه أمام عرشه الشاغر من جديد، تحسسه حذرا، اشتاق إليه رغم أنه تخلى عنه مسبقا عن طيب خاطر. وحين أحس براحته عاودته رغبة اعتلائه من جديد. كان يخشى أن يعلن نفسه إلها مرة ثانية فلا يصدقه شعبه الذي رأى أسطورته المجنعة، أو يعود أمون من غيبته. عندما تجرأ وجلس عليه، نظر في الوجوه المتحفزة وأعلنها صريحة أن المجد لأمون إلهنا المعظم. وجد مخرجه بذلك الهتاف الذي ردده الشعب جميعه من ورائه. شقت ابتسامة طريقها فوق شفات نفسه وأضاء وجهه من جديد. فإن مات فرعون فلتبقى سيرة أمون ليحوز مكانته ككبير الكهنة إلى الأبد. التهم الجنون غالبية عقل صاهي المسكين وأعياها الصهر. عجز كل الأطباء الكهنة وحتى السحرة العظام، واستحال شفاؤها. أسلمت عينيها إلى قرص الشمس تتأملها من شروق وحتى تأفل.
لا تحول نظرها عنها للحظة، غير خائفة من أن تسرق الشمس نور عينيها. لم يجف نهر دمعها للحظة حتى حين يخفت صوت نحيبها. ظلت على حالها رغم بكاء نانا وأمها. وحين يأس نف من الشفاء نظرها عروسا للنيل. حين علمت بالخبر جفت دمعاتها، فقد كان ذلك أقصى أمانها من بعد أمون. ألقت إيجي بصرها في قلب النيل، تأملته من حيث كان أمون يرى. عندما رأته بعينيه شعرت أنها تراه لأول مرة. الاعتياد يسرق ملامح الأشياء من أعيننا، وقد اعتادت أن تنصب صومعتها على ضفافه فبات غير مرئيا لها. الآن عادت الصورة ترتسم أمامها من جديد، نفس الصورة التي عاشقها ولدها وحبيبها. حدثت نفسها: لك الحق يا أمون أن تعشقه، منذ أن جئت لم أعد أرى غيرك. خطفت بصري عمن سواك فصار كل الوجود متشابها. نسيت كل شيء من حولي، فاق جمالك كل ما دونه، حتى أنا أمك قد عشقتك. كانت كلمة العشق تخرج من بين شفتيها غارقة في الدموع. لأول مرة تصدق خطيئتها، تلك الخطيئة التي أنهت الحكاية بأكملها، رغم أنها لم تكن هي البادئة. لم أتحمل اختبار ربي لي وفشلت. أحببتك من دون وعي كما أحبك كل الذين قد رأوك. أقسم أني لم أقصد شيئا مما جرى، لم أقصد أن أسلمك للشيطان. كيف يجوز لي وأنا أكثر من أحبك فوق هذه الأرض؟ إنه قلبي الذي أغواني عندما رأى صاهي تحضن ذراعك. ربما كانت الوحدة تخفي العشق، وحين رأيتها ظهرت والتهب قلبي. الآن سأكفر عن خطيئتي وأطفئ قلبي. سأرتمي في أحضان من عشقت، لربما تقابلنا ذات يوم يا ولدي وحبيبي. نزلت إلى الماء بخطوات متثاقلة، أسلمت جسدها، شعرت بذنوبها تغتسل بماء النيل الطاهر، فارتسمت ابتسامة الرضا فوق شفتيها. مضت تشق طريقها في الماء، والماء يعلو من حولها، كأن النيل كان منتظرا تلك اللحظة منذ أن شقت الأرض عنه. ربما كانت خلقة إبليس من نار هي ما أحرقت قلبه. لم يكن ذلك النوع من المخلوقات التي تشعر بذنبها، لكنه وفي تلك اللحظة بالذات شعر بإحساس لم يصادفه إلا مرة واحدة من قبل، لحظة سقوطه. حينها شعر بأنه أذنب في حق نفسه، والآن يشعر بالذنب مرة أخرى. ربما الحب اكتشف بين جنبيه بعد رحيل ميرو، أو بعد أن ظلمها هو لسبب واهم. هدأت عاصفة غضب قليلا بعد أن أفرغها في سرائيل وأمه، لكن ناره لم تزل حارقة. جلس يتأمل وجه أمون الجديد الذي منحه إياه، وجه الشيطان. لم يكن وجه أمون الجديد هو ما يشعره بالذنب، فقد اعتاده على كل الذكور. إنما صرخات ميرو التي عادت من موتها، ملامحها الفزعة التي لم تعفها من عذاب امتد من مشرق الشمس وحتى مغربها، قلبه الذي تكسر فتاة بيده، والذي كان ضحية لأقرب أقربائه، وجد نفسه ينطقها لأول مرة: ولدي. تعجب أمون تلك الطريقة التي نطق الشيطان بها، وطريقة وصولها إليه. إنها كلمة ليست من أصل الشيطان أبدا. أي ولد تقصد؟ لست ولد لأحد. كنت من لحظات سأطفئ نارك لو نطقت بمثل هذه الكلمات في وجهي، لكني الآن سأمنحك الفرصة لتتوب إلى رشدك مرة أخرى، ولتعرف أني أنا أبوك الذي منحك الحياة منذ البدء. أنت نطفتي، قبولك أو رفضك لن يغير من الحقيقة شيء. ربي وربك هو من منحني الحياة، وهو الوحيد الذي يملك أن يستعيدها وقت ما شاء. ليس لك من الأمر شيء. أشطته كلمات أمون حتى عادت نبرته قاسية كما هي دائمة. أي رب هذا؟ ربك الذي لعنني لأجل حفنة من التراب؟ لعنني أنا من قبلت الأرض تحت قدميه آلاف السنين؟ كنت أصدق عابديه وأورعهم، والآن أسقطني ليختبر ابن آدم بي. أنا مجرد اختبار، سلبني مجرد أن أحيا حياة على هواي. هي إرادته، فمن يراجعه فيها؟ أنا أراجعه،
ومن تكون في ملكه كي تراجعه؟ ماذا تحيط من علمه لتراجعه؟ من أنت منه لتراجعه؟ صمت الشيطان لحظات، كان يسترجع كل ما حدث منذ البداية، وحين عاد لسانه قال: أعلم كل ما تقوله بل وأكثر، أعرف عنه ما لا تعرفه أنت أو غيرك من أبناء الطين، أعلم أنه القوي والخالق والقادر، لكنه ظالم حين لم يعدل معي، خلقني لأعصيه وهو يعلم. قلت: لن أسجد إلا لك لأني أعرفك ولا أعرف ابن الطين هذا. فلعنني ومسخني، لم يخل بيني وبين آدم، وفتح طريق الجنة لي لأوسوس له. حمل أبناءه إثم أبيهم من دون ذنب، ثم نظرني إلى النهاية، ورتب كل شيء وما على الخلق إلا تنفيذ إرادته، ثم يعاقبنا بعدها. هل ما زلت ترى في أي من أفعاله العدل؟ إنه يستمتع بألمي وألم المساكين من أبناء الطين. وما قد يكون عقلك لتحكم على الله؟ عقلك القاصر الشرير الذي يهيئ لك أنه قادر على استيعاب العدالة المطلقة، أراد كل ما جرى ويجري ورتب له، لا يسأل عما يفعل، وكلنا مسؤولون. سقطت لخطأ واحد، وسقط آدم لخطأ واحد، لعنني حتى النهاية. وأنت لم تحاول أن ترفع اللعنة، لم تصحح خطأك للآن. حرم علي جنته، حرمها على كل الخطائين، لن تدرك أي شيء عن ظلمه لي. وأي شيء لا أدركه؟ كانت إجابات آمون المتمردة على كل أسئلته تنفخ النار فيه وتزيده اشتعالا. لم يتخيل أن يحمل أيا من أبنائه كل هذا الإيمان، حتى أن إجابة آمون لم تكن إجابات بالشكل الحقيقي، لكنها كانت نوع من التسليم هو فقط من يدركه. أدرك أنه لا فائدة من الجدال مع من في مثل عقيدته، كان يحاول حتى النهاية أن يحفظ عهد الذي قطعه بنفسه ولنفسه، لكن البركان ثار ولم يتحمل الحجاب فاحترق. خلع إبليس عنه حجابه، بدت صورته في عين آمون، لم يتحملها فأغلق عينيه وأدار رأسه بعيدا نحو أي جانب لا يحمل صورته الممسوخة. لم يكن آمون يتخيل أن يخفي الحجاب وراءه كل ذلك القدر من البشاعة. صرخ فيه إبليس: هذا ما لن تدركه لا أنت ولا أي مخلوق آخر، هذا أنا، هذا ما سيرني عليه ربك العادل، حتى أنت ولدي لا تحتمل مجرد النظر إلي رغم أني مخلوق من مخلوقاته. أمعن في مسخي وتلدد به إلى أن كرهت ذلك الجسد الذي حبسني فيه. هيا أدر وجهك لترى فعلته بأبيك. لم يقدر آمون حتى وهو يتحداه، فقد كانت الخلقة جد بشعة لا يمكن لعين أن تنفتح فيها لتصفها. أهذا عدل ربك؟ هل عاقب أي من مخلوقاته كما عاقبني أنا؟ إذا كنت ترى في فعلته أي قدر من العدل، فهيا اقترب وقبلني، قبل أباك يا آمون. صاح آمون مشمئزا يلملم أنفاسه المتهدجة إثر صدمة النظرة الأولى: ليست صورتك ما تمنعني، إنه ربي. ليست صورتي؟ بالفعل ليست هي. هيا قبلني يا ولدي، قبل أباك، ألم يأمرك بذلك؟ أن أطيع والديكم. أعلم أنك لن تفعلها حتى وإن تبعتني، وأنا أقدر هذا. وربك الظالم لأبيك، ربك الذي تلدد بلعنتي، ربك الذي حافظ على نطفتي ليعذبني بماضية، بالفعل هو ربك. لن تدرك الحقيقة ما دمت تريدها بعقلك فقط، وهل سيحاسبني إلا عليه؟ خلقه لتعرفه به لا أن تحكم عليه به. خلقه لتعرفه به لا أن تحكم عليه به. تعلم أنه مخلوق لا يدرك المطلق لأنه لم ينكشف بعد، وتصر أن تدركه به. وإلا فلتخبرني ما هو الغضب المطلق، الخير المطلق، الشر المطلق. خرجت كلماته كحمم بركان غاضب: أنا الشر المطلق في كل الأزمان، صدقني لست أنت. كان يقدر أن يخلق من هو منك أشر، من لن يجادل في الأولى حتى، من لن يسجد قبل أن يعصي،
ومن لن يتذكره بعدها. منحك من العقاب على قدر يسر طلبته اسجد لآدم. أليس سهل تتخلص من لعنتي؟ حفنة التراب أقسم به هو أبدا لن أفعلها. صدقني أنت تحمل المسخ في عقلك لا في جسدك. غير إبليس من نبرته فبدت حانية. أمون، هذا أنا أبوك، أفسح قلبي إليك أن أعطيني، وسأجعل الدنيا بكل ما فيها طوعا لأمرك. سأذكيك كما ذكى هو آدم. تفسح لي قلبك؟ وهل تملك واحدا؟ وهل من مخلوق بغير قلب؟ حتى الجبال التي قدت من صخر تخشاه أو تخشاه بغير قلب. ملكت واحدا من قبل تحجر حين لعنني، وجئت أنت لتعيد إلى الذكرى من أشعرتني به للمرة الأولى بعد السقوط. لو كنت أعلم الغيب، لو كنت تملك واحدا ما صرت مسخا. مسختك لأنك ابني، مسختك لتشبهني. وهل أنا أشبهك حقا؟ لم يقدر إبليس أن يجيبه، فما من شيء يمكن أن يشبه. كان يعلمها حتى وهو يمسخ أبناءه، لن يشبهوه حتى وإن شاء. ما نأبني إلا الألم. منحتك إياه، ربما كنت أحمل الغلة حين فعلتها، لكن صدقني كنت لأفعلها حتى بعد أن بانت الحقيقة. كنت سأفعلها لتدرك الحقيقة. الألم هو الترنيمة الأولى للنهاية. كنت أعتقد أني عرفت طعم الألم حين رأيت أبي ينطفي أمام عيني، لكني أكتشف الحقيقة بعدها. أحسسته أول مرة حين واجهت خلقتي الجديدة. من وقتها وأنا أنتظر النهاية، بدت بعيدة أول الأمر، لكنني وبعد أول إحساس بالألم أحسبها أقرب مما يتخيل الجميع. أنتظرها بين الآن والآخر، وألم الأخير قربها أكثر وأكثر. إن كانت نهايتي قد بدأت فدعني لها وحسب، قال في استلام واضح لم يرى عليه من قبل. حسنا يا ولدي، أعبد ربك كما تشاء، لن أمنعك عبادته، لكن دعني بقربك أمنحك من الدنيا قدر ما تشاء. دعني أكفر عن ذنبي في حق ميرو الوحيدة التي أحببت، زوجتي وأمك. كانت كلمات الشيطان تبدو صادقة لأمون، فقال: إن كنت تريد أن تكفر عن ذنبك بالفعل في حق ميرو، فحقق لي رغبتي. سل ما شئت يا ولدي، دعني أذوب في ماء النيل. أفضل الموت في أحضان من أحب، لن أقدر على العيش بدون وجهي الحقيقي. دعني أختار نهاية ما دامت قد بدأت. أرجوك إذا كنت قد ملكت قلبا من قبل كما تقول، أتركني للنار، فإننا عاشقين منذ زمن بعيد. رغم أن إبليس كان محتاجا لوجوده، لكن الإصرار المطل من عين أمون أخافه أن ينهي هو حياته بنفسه إن حرره. وجد أنه لا مفر من أن يلبي رغبته، اختار أن يفعلها له بدلا من أن يفعلها أمون. على الأقل سيذكر أنه حقق شيئا لابن ميرو حتى وإن كان الموت. نادى في أبنائه بصوته الجهوري، تجمعوا شياطين الأرض. دوت صيحته في أرجاء الدنيا واهتزت لها الأرض. نظر إلى أمون: لتكن بإرادتي يا بني، ستكون نهايتك عظيمة، نهاية يستحقها ابن ميرو وولدي. ضاقت الأرض بشياطينها، تجمع أبناء الشيطان في موكب لم يشهد له مثيل من قبل. ملأ الدنيا طولها وعرضها، قاده إبليس بنفسه بعد أن عاد خلف حجابه. توجه الركب المهيب إلى النيل. كان أمون فوق محفته يبدو كملك لا يقهر، كسيد يعلو الرؤوس. وحين انتصب واقفا شهده كل من حضر، شياطين كانوا أو بشر. لمعت الشمس في عينيه، لم تخش مسخه، كانت لا تزال تعرفه، وكان يداري جسده عن الأعين تحت رداء أحمر نار اللون. قال فيما بعد أن إبليس خاطه بنفسه وصبغه من جحيمه. تأمل صفحة النيل الرائقة فلم تعكس صورته، لكن هذه المرة احتراما لأجمل من أطل في تلك الصفحة من قبل. بدأت الشمس تنطفئ في قلب الماء رويدا رويدا، وقبل أن تغرق في أحضانه أدار أمون عينيه صوب السماء قائلا: لأجلك يا إلهي
أنتهي عابدا لك. أرجوك فاغفر لي ولأمي إيجي التي علمتني كيف أحبك حتى النهاية. إلهي أدرك خطيئتي والآن أتطهر منها. التفت إلى الماء، لم يكن بيني وبينك أيها النيل إلا الجسد، والآن أخلص منه. قفز أمون من فوق منصته إلى الماء حيث نقطة التقاء الشمس بالنيل. لحظات حتى فار الماء كأنه يتألم لأمون الذي حقق أمنيته بأن يذوب فيما أحب، وأكيد كانت أمنية النيل أيضا. حين شاهد المصريون المنظر هالهم ما رأوا، كان مشهدا عظيما بحق. جحافل من غير الإنس بكامل لباس حربهم يسودون الأفق أمام عيونهم في مشهد هو الأول والأخير، ومحفة ملكية ينزل من فوقها واحد ليرتمي في قرص الشمس. لم يتساءل من هو، فقد كانت أسطورتهم لم تزل حاضرة، ذلك المجنح الذي منحهم فرصة جديدة للحياة. ثم غادر. سجد كل الوقوف على جانبي النيل وصاح أحدهم: المجد لأمون إلهنا العظيم. تبعه الشعب بأكمله، فلم تعد هناك إيجي لتخبرهم أنه ليس إلها. أشار الشيطان إلى أبنائه فخروا سجدا. لم يشأ أحد أن يكرر الخطيئة الأولى. انحنت جباههم فلم يرى أي منهم تلك الدمعة التي تحدرت فوق وجنتي. الشيطان.